المنتقبة في الحج كيف تحرم؟ المنتقبة في الحج أولا يحرم عليها النقاب، والمسألة خلافية. هل تخلعه أم في حاضر؟ تمام. في خلاف فقهي بين العلماء في هذا المسألة، لأن بعض العلماء قال إنها تنتقب، وهذه هذا كلام عجيب، لكن هو صحيح أن نقول في جمهور العلماء يرون بأن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تنتبغي أن تكون سافرة الوجه. نعم تكون سافرة الوجه إذا أردت أن تغطي وجهها، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول فإذا مر الأجانب سدلت، هي كانت تكشف الوجه، وعندها يعني كالبيشة التي تربط في الرأس هكذا، فإذا جاء مر الرجال سدلت، والإسدال معناه أنها تغطي الوجه دون نقاب، لأن النقاب يحد الوجه، دون نقاب فتسدل لتغطيه. طب والآن المرأة مهما ذهبت يمينا يسارا فالرجال يعني سيمرون، فنقول هي بدل ما تنتقب، لأن النقاب يلزمها الدم، بدل ما تنتقب فإنها تأخذ النقاب وترفعه على الرأس وتشبكه بدبوس فيبقى سادلا، أصور يعني هكذا فيسدل هكذا، فكرة البيشة يعني فيغطي الوجه البيشة. أيوة، أو تأخذ البيشة وتجعل طبقة من طبقات البيشة تنزل على تمام على الوجه وتغطيه، وليس فيها ثم شيء عليه. يعني مسألة هي العبرة كلها في النقاب، حد الوجه بالنقاب، بيحد الوجه بالنقاب. أي نعم. ويظهر العينين أحيانا. نعم هو حد الوجه بس مش يظهر العينين المفهوم. لكنها تنزل من الرأس. تمام، من الرأس تنزل، وعائشة كانت تفعل ذلك. نعم، رضي الله عنها وأرضاها، وبعد ذلك كسبت الأمرين، لكنها لا يجوز لها أن تنتقب، لأن النبي قال صريحا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين صلى الله عليه وسلم.